عندكم حلم صغير كبير وسط؟ فيه بنروح عند علي شحاده. صباح الخير. صباح النور. كيفك اليوم؟ تمام. يعني انت اليوم هلا الضيف، مش انه حسيت بمعامله خاصه اليوم، خاصه جدا كضيف، يعني انه اجوا وصلوني على الاستوديو هيك، بتهتموا بالضيوف. طبعا اذا على بالك تعيدها كمان اهلا وسهلا، شكله عندك كثير افكار من وقت لوقت. علي انت اليوم معنا مش لنحكي عن التكنولوجيا وكل هو الاخبار، رح سوشيال ميديا تكنولوجي بنتركها لعامر. صح صح صح، دخيلكم عامر ورقة. لا اليوم رويدة الحمد لله. فإذا مش نحكي عن السوشيال ميديا وكل الأخبار، رح نحكي عن أحلام الناس يلي بطريقة كتير مهضومة عم تحاولوا تحققوهم من خلال دريم ماتشر. ذا دريم ماتشر، ذا دريم ماتشر، وأنت مؤسس ذا دريم ماتشر. مظبوط. شو هو ذا دريم ماتشر؟ ليك خليني بدي اياك تتذكري وكل حدا عم يحضرنا يتذكر اخر مره كان قاعد بمطعم وكان في ناس غريبه حواليه، يعني حدا اكيد قاعد حدك ما بتعرفي. شي مره فكرنا بركي هيدا الحدا اللي قاعد ورانا على الكرسي اللي ورانا بيقدر يحقق لنا اكبر حلم بحياتنا. حلو. يعني دائما نحن بنتقابل مع ناس ما بنعرفها بحياتنا، ما بنحكي معها. مظبوط. بركي عن جد هيدا الشخص، نحن حلمنا نشتغل بشركه معينه مثلا، وهيدا الشخص هو المدير تبع هاي الشركه وما بنعرف هيدا الشيء، ممكن يكون هو وبيخلص العشاء بتحركش فيهم كل العالم. هاي هي، نحن اكيد ما فينا نتحركش بكل حدا، بنطلع حده بالسيرفيس وبالطياره وبالمطعم. فنحن اللي عم نجرب نعمله ب دريم ماتشر انه نجمع ناس ما بيعرفوا بعض ونفرجيهم انه لما نجمع نحن 40 50 60 شخص ونتشارك احلامنا، الا ما نلاقي اشخاص من ضمن هيدي المجموعه بيقدروا يساعدونا بهيدا الشيء. اوقات فكره مش ضروري يكون مساعده مثلا لا ماديه ولا شيء، 100% طريقه يمكن. يعني احنا دائما بنشجع الناس، يعني اول شيء كيف هي بتبلش القصه، بيكتبوا كل اللي بيجوا يشاركونا، هو اكيد النشاط مفتوح لمين ما كان، يعني مثل رايح على السينما أوكي. مين ما كان في يجي لعنا بيكتب احلامه على ستيكرز هيك ورق ملونين مهضومين وبيعلقهم على الحيط، وبعدين بيرجع الكل بيقرا كل هاي الاحلام وبيكتب اسمه اذا بيقدر يساعد. هلا شو يعني يساعد؟ نحن دائما بنقول انه ما ضروري انه انا احقق لك حلمك، يعني ما ضروري انه اليوم اذا انت حلمك تسافري على باريس مثلا اشتري لك تيكت وسفرك على باريس، يمكن انا بعرف حدا يقعدك عنده بباريس مثلا متوفري حق الاوتيل، يمكن انا يكون عندي نصيحه لإلك انه كيف تقدري انت تحصلي على تيكت ببلاش على باريس، بعطيكي هاي النصيحه، ويمكن اذا حاسس حالي كثير هيك مبسوط اليوم وعم بالي حقق لك حلمك تشتري لي التيكت. بشتري لك التيكت. اي متى الموعد هلا القريب الاجتماع تبعكم؟ هلا نحن صرنا كذا سنه عم نعمل هيدا الايفنت، صرلكم زمان صرنا تقريبا اربع سنين، صرنا عاملين شي 50 او 60 ايفنت، ومنشان يعني لانه الناس عم تحبه بعدنا متابعين بهيدا الشيء. الايفنت الجاي هو بكره، بكره الاربعاء عشيه على الساعه 8 بالحمرة، يعني قبل اخي بنترك التفاصيل لبعدين، بس هو بكره. قبل الفكره كيف اصلا طلعت؟ يعني انت ومين قمتوا بهيدي الفكره؟ كيف يعني انتوا قاعدينك كان عندكم احلام ام قررتوا ما فهمت؟ كنت انا مسائبت، ما كنت مع حدا، كنت لحالي وعندي احلام. هلا اكيد بحكم اهتمامي بالسوشيال ميديا، اول ما طلعت هيدي الفكره من كذا سنه بلشت كسوشيال نتورك، يعني انا كنت عبالي اعمل شيء بيشبه الفيسبوك بس الناس تحط احلام عليه وتساعد بعضها اونلاين. هلا لكذا سبب ما مشي حال هيدا الشيء، وبخضم المعركه تنحقق هيدا الحلم لانه انا عبالي اخلق هيدا الشيء، جربت اعمل ايفنت واكتشفت انه الناس حابه تجتمع يعني شخصيا كثير اكثر ما حبت الويب سايت. يعني هن ما عندهم مشكله يقولوا لو حلم يكون كتير بسيط انه ما بيجوا بيقولوه، يعني عندنا ناس بتيجي بتقول انه بدها حدا يركض معها كل يوم الصبح. لا سو كيوت. وعندنا ناس بتقول انه انا حلمي مثلا اشتغل بشركه جوجل، او انا حلمي هاجر على بلد معين للاسف. وهاجر. او انا وبيبقى دائما في اشخاص عم تساعد بطرق معينه، ان كان احلام بسيطه او ان كان احلام معقده. اكيد. طب هن غير اللي موجودين بهيدا السيركل اللي عم يجوا يحكوا احلامهم لبعض، في ما انتوا قلتوا ممكن هول يكونوا عم بيساعدوا بعضهم،
ممكن يكون في حدا من برا عم بيساعد كمان؟ اكيد. هلا نحن شو دائما بنقول انه مزبوط يمكن يكون في 50 شخص قاعدين، بس اذا كل حدا بيعرف 10 اشخاص هي صار عندنا شبكه من حوالي 500 شخص، لانه نحن بنشجع الناس كمان انه يمكن انا ما اقدر ساعدك بهذا الحلم، بس بركي بعرف حدا او ممكن جاري رفيقتي بيقدر يساعدك بهذا الحلم. يعني نحن المبدا اللي عم نجرب نعمله انه عم نخلق شبكه لهيدا الشخص اللي عنده حلم، عم نخلق له شبكه من ميات الاشخاص بكل بساطه انه يجي لعنا على الايفنت بكره وتتساعده. ومرات كثير بيلتقوا اشخاص مع بعض او ناس بتخبر ناس عن احلام شافتها، وكمان بيكون في اشخاص ما اجت على الايفنت بتساعد او كمان بتحقق احلامها 100%. وبيرجعوا بيجوا دخلك كثير، يعني نحن بيغيروا احلامهم وبيرجعوا بيجوا. هلا نحن كل ما ظبطت هيدا الحلم ما حدا حقق لهم اياه، بيحلموا شيء ثاني. هلا نحن عم نمزح تاني. بس ايه كثير ناس بترجع بتجي وبتحط احلام ثانية او حتى نفس الحلم، لانه بالنهايه اليوم في مجموعه اشخاص يمكن ما قدرت تساعد بهيدا الحلم، المره الجايه في مجموعه اشخاص ثاني. مزبوط. وفي ناس يعني مثابره مثل ما بيقولوا، في ناس اجت خمسه وسته وعشر مرات لاخر شيء تحقق حلمه. على نفس الحلم؟ لا واخر شيء تحقق حلمه. ليش مغضوبين؟ فدايما نحن بنشجع الناس، وبخلال هيدي يعني الرحله تيتحقق هيدا الحلم اكيد مش عم يكون يعني وقتهم على الفاضي، عم يتعرفوا على ناس جداد، يمكن هن عم يساعدوا ناس تانية، عم يصير في اصحاب كثير اكثر. يعني احنا الايفنت تبعنا بيخلص لنعتبر على الساعه 10، بيضلوا ناس هي اول مره بتلتقى للساعه 12 عم يتحدثوا، عم تلاقي صار في اذا فيها طموح عند الناس، يعني اصحاب ناس، في ناس كمان بيلاقوا احلام متشابهه بيساعدوا بعض تيحققوا هيدا الحلم. فعن جد شغله كثير حلوه، انا كثير بنبسط بس شوف. اكيد، لانه في انرجي اللي عم يكون موجوده بهيدا السيركل يمكن هي كمان بتعطي بوش اكثر للعالم. أكيد. طيب كم حلم تحقق لليوم؟ ليكي نحن عم تحكي صار لنا 4 سنين بهذا المشروع. يعني انا بكل فخر بقول انه ميات الاحلام تحققت، يعني انا عن جد ما في طريقه عمليه انه نعرف قد ايه بالضبط الاحلام، بس نحن بكل ايفنت تنعتبر في 100 حلم بينحطوا على الحيط، على القليلة 60 أو 70 حلم بيكون في عندهم حدا مستعد يساعد. عرفتي؟ فنسبة الناس اللي عم تقدر تلاقي مساعدة لتحقق أحلامها هي نسبة عالية كتير. وأنا يعني كتير كمان بدي ركز على فكرة أنه الناس اللي بتجي لعنا على الإيفنت منن مجموعة معينة من الأشخاص دايما بيجوا، فإذا حدا جديد حيحس حاله غريب، بالعكس يعني 80% من الحضور هن جداد أول مرة بيجوا، وبينبسطوا لما يشوفوا أنه عن جد بيكونوا بالأول مفكرين عم نضحك عليهم أو أنه شو يعني أحلام بدنا نحققها أو هيك، بس يحطوا أحلام وكل حدا بيطلع له 3 أحلام يحطها، ويكتشف أنه 3 أحلام فينا نحط. اوكي. بيكتشف انه عن جد في حدا ساعده باخر هيدا الايفنت، منا عم نحكي حكي وهمي او مش جايين نقول لهم نبيع حكي للعالم، يعني نبيع حكي او نشجعهم. هو على فكره بتصور عليه انه عندك وقت تضيعه. لا اكيد. وكمان يعني لما نحن عم نقول انه صرنا عاملين 50 او 60 ايفنت، عن جد انا نسيت الرقم، ومش بس بلبنان، حول العالم يعني عملنا ايفنتس بامريكا، بدبي، باسطنبول، باسبانيا، يعني في ايفنتس كل حول العالم عم تصير. هون بيكون في عليك مسؤوليه انت كمان كثير كبيره بتحس؟ اكيد اكيد المسؤوليه كثير كبيره. وين بتجي المسؤولية؟ من انه نحن يعني طلعنا بهاي الفكره وعم نشتغل عليها، وفي ناس عم تجي عم نوعدهم بشغله معينه، عم نوعدهم انه انتم عن جد عم تجوا على ايفنت يمكن يغير لكم حياتكم، عن جد نحن بنستعمل هاي الكلمه. هلا قد ايه المسؤوليه انه يجوا ناس مثلا يحسوا حالهم انه انفقسوا او ما انبسطوا او حسوا انه الايفنت بلا طعمه او ضيع لهم وقتهم، يعني يعني ما في ناس عم تقول لنا هذا الشيء، فاكيد هذا الشيء كثير بيبسطني. أكيد. وخصوصا لما نحن نعمل ايفنت برات لبنان اكيد بدنا يستفيدوا بطريقه او باخرى، يمكن يتحقق حلمهم بس تعرفوا على ناس، او يمكن صار عندهم حلم جديد من وراء يمكن هيدا الاكسل اكسبيرينس اللي قطعوا فيها. طب هني اعمار كبار صغار شو عم يكونوا الناس؟ شباب بنات يونغ؟ الاعمار متفاوته. هلا اذا بدنا نقول الافريج ايج او يعني العمر المتوسط عم يكون تقريبا بوسط الثلاثينات، منهم كثير صغار، بس بيجي لعنا اكيد هو مفتوح لكل الاعمار، يعني جاي لعنا اشخاص عمرهم 12 سنه
جاي لعنا اشخاص عمرهم يعني ما بعرف بس شكلهم عمرهم 80 او 75 سنه. سو اعمار ما هو الكل في يحلم مني. اكيد اكيد والكل بيساعد. انا دائما بقول انه كل ما تنوعت خلفيه الاشخاص اللي جايه كل ما تحقق احلام اكثر، لانه اذا كلياتنا نفس الشيء صح ما فينا نساعد بعض. بس اذا حدا تنعتبر بدنا نتعلم لغة معينة، إذا الكل بيحكي نفس اللغة ما حدا في يساعد الثاني، بس التنوع اللي بيصير بين الأعمار بين الخلفيات بين الجنسيات، حتى بيجي ناس أجانب سامعين عن الإيفنت إنه نحن جايين على لبنان بيشوفوا إنه شو في قصص حلوة بلبنان نعملها بلبنان بده حدا يحقق بيطلع لهم دريم ماتشر. إيه أكيد فبيجوا ناس أجانب لعنا كمان، فكل ما تنوعت المجموعة المشاركة كل ما تحقق أحلام أكثر. حلو كثير. طيب أيمتى هيدا الشيء رح يصير الإيفنت؟ نحن بكره في عنا إيفنت بالحمرة بمقابل جامع الأمطاري بأول الحمرة حد برج المور. أوكي. يعني اللي بيعرف حد فيوتشر نيوز حد فيوتشر نيوز، يعني اللي بيعرف فيوتشر نيوز نحن دغري حدا هنيك. اللي ما بيعرف وين فيوتشر نيوز يسأل عن جامع الأمطاري أو يسأل عن برج المور أو يسأل عن فيوتشر نيوز. صحيح. نحن قراب هنيك بمحل اسمه أنتورك. أوكي. أنتورك هي مساحة إيفنتس ومساحة عمل اجتماعي كمان، هن متبرعين لنا بالسبيس نكون موجودين هنيك فبنتشكرهم. الساعة 8 للساعة 10 ومن بكره وبالطالع كل اول اربعة من كل اول شهر كمان رح نكون هنيك. كل اربعة؟ كل اول اربعة من كل شهر. كل اول اربعة يعني هلا اليوم منا اول اربعة بس من الشهر الجاي رح نكون كل اول اربعة من كل شهر. بيرفكت. جود لك. ثانك يو كلك زو. خلينا نشوف. تلاقيني بكره. خلينا نشوف. كثير معقول. بكره او اول اربعة من الشهر الجاي. الشهر الجاي. ثانك يو علي، يعطيك الف عافيه وعقبال ما يعني كل الاحلام تتحقق ان كانوا معكم بالدريم ماتشر او كمان برا دريم. فيهم الناس يفوتوا كمان على الفيسبوك على dreammatcher.com. اكيد يعني dreammatcher.com فيهم يفوتوا، فيهم يفوتوا دريم ماتشر على فيسبوك تيعرفوا اكثر. بيرفكت. ثانك يو علي. رح نتوقف هلا مع فاصل وكمان نرجع بنكون مع الشيف حسين برشيد.